له متعطل عن الدراسة فترة منيحة. اي مزبوط كلامك، حأمرق على المدرسة وافهم منهم شو لازم نعمل. وانتي بتذكر كنتي ناوية تاخدي البكالوريا ما هيك؟ ما تخافي ابدا، انا حأرجع كمل دراستي واحسن من قبل. برافو عليكي والله. ايه هيك ها؟ اصحك تضعفي نفس لانه اللي عم تعمليه شي كتير مهم. تركتوني واقف برا طلعتوني شغلة اشربها. يا الله، بتصدقي انه عم يعذبني اكتر من محمد؟ ايه لا تزعلي منه، بجوز حابب يتدلل عليكي شوي. ايه روح يتدلل على غيري، والله انا تعبت منه. يتدلل على غيرك؟ لا شو يتدلل على غيري، ما في، ما برضى، مستحيل. شو هالحكي هاد؟ يا عليك. حسبي الله. ها واخيرا وصلوا الحمد لله. أسيه يلا اطلعوا، ليكو وصل طاهر. ايه شو صار معكم؟ احكوا يلا. مزحمه، شرف. خلصت اخي. اخ، الحمد والشكر لك يا رب. الف الحمد لله. قال لي الحكم مؤبد مع مرتك وابنك واللي بتحبهم، بدك تضلك محبوس دائما. لك الله يسعد له قلبه لهالقاضي. الحمد لله خلصت القصة، مرقت على خير وارتحنا. رحاك يا عمي، خليني طمنه. ايه عن جد خلصت القصة؟ والله هيك قالوا لي، يعني انت مضطرة تتحمليني كل العمر. شو بدي اعمل؟ ما عندي حل تاني. الو البشارة عمي، البشارة. طاهر رجع على البيت. ايه تمام تمام. بابا، عمو طاهر اجا. حبيبي يا وردة عمك انت. يلا يا جماعة خلونا نفوت على البيت. ايه يلا. تفضلي. ليكي ما احلاهن وهن فرحانين بالخبر. عن جد؟ أكيد هالخبر؟ يعني طاهر رجع على البيت؟ نحمد الله ومنشكره. أوه. طيب ماشي مرت أخي. لا نظر مو معي، وديتها تشوف أمها ومرجانة لأنه أبوها مو بالبيت. ماشي، أنا أجيت على الشركة عندي شوية شغل. إيه منجي بعد شوي. فاتح كان بالسوق وليك وهلأ رجع. إيه ماشي الله معك. خير مراد شوفي. حزير شو فاتح؟ أفرجوا عن أخي طاهر وهلأ هو صار بالبيت. دخيل اسمك يا الله، بحمدك وبشكرك، ألف مبروك علينا أخي. إيش هالأخبار؟ هذا أحلى خبر بسمعه. إيه وإنتو شو عملتوا؟ نظر وينها؟ راحت لعند أهلها، وصلت لهوني، بدها تشوفهم بما أنه أبوها مو بالبيت. إيه أكيد هي الأصول. جاهز لتشوف أخي طاهر توأمي؟ إيه طبعا. يلا يلا روح. يعطيكم العافية شباب. انت كيفك؟ منيحة أمي. وهالقوية سنية بتكون معذبتك ما هيك؟ بعرفك شو ما عملت فيكي ما رح تحكي لي. لا أمي ما عم تغلط معي، وبعدين طاهر ونفس رجعوا على البيت هلأ، خلصوا من المصيبة اللي تعابتهم، ومن وقتها ما عم تطلع من غرفتها، ما بعرف شو صاير معها. بابا كيفه هلأ؟ كيف رح يكون مثل ما هو؟ أنا متأكدة إنه مشتاق لك. كان في عندك أحلام كبيرة يا نظر، كنت فخورة إنه عندي بنت ممرضة وشاطرة كتير، وكنتي ناوية كمان شو كان اسمه؟ اختصاص أو هيك شي، مو كنتي بدك تكملي دراستك؟ بلا، بس هلأ ما عاد يمشي الحال. شو عملتي لحتى ما عاد يمشي الحال؟ يلي عم تقوله أمي صح، كان في عندك أحلام، بدك تشتغلي وتكملي دراستك. إن شاء الله، وأنا أملي الوحيد إنه ما تندمي على شي يا بنتي. كنت رح أقولها لما مسكتي إيد مراد، بس عقلك ما كان براسك وما كنتي رح تفهميني. حقولها هلأ، إن شاء الله ما بتندمي أبداً وتوصلي لكل أحلامك.